السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله ملح وحلو. في هذه الحلقه هذه غادي نقدم لكم صلصه بيتزا سريعه التحضير بمذاق رائع واقتصاديه كذلك. تابعوا معي مراحل التحضير. غنحتاج 3 ديال الطماطم كبار تقريبا 400 غرام، جوج معالق كبار ديال الطماطم مصبره، مطيشه ديال الحك. غادي ناخذ هاد المطيشه تقشرها بالزريعه ديالها وغادي نطحنها. حتى كتولي بحال هكا وكنصبها في الكاسرونه اللي غادي نطيبها فيه. من بعد ما طحنتها غنضيف عليها هاد الطماطم المصبره، الملحه، شويه ديال الابزار. الهدف من هاد الطماطم المصبره اولا ما كتخليش داك الحموضه ديال الطماطم العاديه، كتكسر لها الحموضه ديالها. ثانيا كتمتص الماء ديالها، يعني غير في دقائق مجرد ان هاد الطماطم هادي كتحل في داك الطماطم فوق البوطه وكتسخن كتمتص الماء كامل، ولاصوص كيوجد في دقائق دغيا دغيا. وحتى الكميه ديال لاصوص ما كتنزلناش بزاف وترجع قليله، لان كنعرفوا الطماطم كتنشف وما كتعطيناش، واخا نديرو كميه كبيره ما كتعطيناش الكميه اللي حنا باغيين. بعد ما كتشرب مطيشه شويه ديال الماء كنزيدوها ثومه غبره اولا ثومه طريه، زيت الزيتون، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الحبق. من الاحسن الحبق الطري، انا ما عنديش فدرتو جاف كيعطيها لذة روعة. صافي، وهي صلصة الطماطم عندنا واجدة. صلصة الطماطم ها هي واجدة، كتجي لذيذة بزاف ولو غير بوحدها هي وفرماج على البيتزا غادي تجي لذيذة. نتمنى انكم تجربوها، نتمنى ان هاد الحلقة تكون مفيدة للنساء المبتدئات في المطبخ. الى عجبتكم حلقه اليوم ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا معايا في لاشين ديالي ملح حلو على يوتيوب، في لاباج فيسبوك ملح حلو. وبصحه وراحه.